اهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من التلفزيون المصري. حلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير أكلة أمي. أكلة أمي النهاردة الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، والوقاية خير من العلاج، وصحتك في أكلتك. دي أقاويل، دي مصطلحات بنعرفها في التغذية في العناوين بتاعة الأكل الصحي، ولكن عايزين نطبق الكلام ده علمي أو نطبقه عملي. تعالوا نشوف مع بعض هنعمل إيه النهاردة والماتيريال بتاعنا والمشتريات بتاعتنا. عنوان الحلقة النهاردة إزاي أعمل أي أكل أنا نفسي فيها ولكن أخش جوه تفاصيلها وأعمل فلترة للدهون والدسامة اللي موجودة جوه الأكلة، سواء المادة الدهنية اللي هنستخدمها في تحمير البصل أو التومة أو الكربوهيدرات أو النشويات أو البروتين اللي موجود، ونبدأ نفلتر كل ده وتبقى الأكلة صحية. هي دي المدرسة. تعالوا النهاردة نعمل الفرايد رايز النهاردة بالصويا صوص وزيت السمسم. كلنا عارفين زيت السمسم منتج جيد جدا من بذور الكتان، يعني أوميجا 3، يعني الطبق الفول اللي بنفطر بيه كل يوم الصبح ده قيمته الغذائية عالية جدا، كأننا بنفطر جمبري بالظبط. أوميجا 3 وقيمته الغذائية عالية جدا. هنعمله بالصويا صوص، والصويا صوص بروتين نباتي لطيف وجميل. معانا النهاردة طاجن خضار بملك الشوربة اللي هو الكرفس. يطلق على الكرفس ملك الشوربة، ملك الطواجن. الكرفس الأفرنجي ده ممكن مش متواجد في أي مكان قريب مثلا أو في أماكن معينة، وسعره غالي شوية، ولكن ده وجوده في المطبخ بيدي شخصية لطبق الشوربة للطواجن اللي احنا عارفينها، لأن الفليفر بتاعه وريحته قوية جدا. وحطيه كده في شوربة سي فود أو شوربة شعرية، شوربة كوارع، شوربة العكاوي، هيبقى لطيف، وهيبقى طبعا شخصيته مع الشوربة باين جدا. معانا الموز بنشتريه طبعا، ولونه لما بيسود بناخد فكره عنه ان هو خلاص ان احنا نرميه. لا، انا هعمل النهارده مهلبيه الموز بطعم الفانيليا، ونشوف ازاي نقدمها لحضراتكم بالشوفان تبقى صحيه. ايه المدرسه هنا؟ بنشتري حليب من اي سوبر ماركت، نسبه الدسامه فيه قليله، الموز قيمته الغذائيه عاليه جدا، غني بالبوتاسيوم والمعادن، الشوفان كلنا مش محتاجين نتكلم عنه، الياف فعاله وغير فعاله. اصبح ان الطبق الحلو ده كمان قيمته الغذائيه عاليه جدا ومفيد جدا. انا مش عايز اتكلم انشا وبس، تعالوا نشوف الكلام ده عملي مع بعض. والصحه تاج على رؤوس الاصحاء، والوقايه خير من العلاج. هنطلع فاصل صغير وبعد الفاصل اوعى تروحوا. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. يقول لك ايه؟ تظبيط الشغل اهم من الشغل. انت بتعمل ايه النهارده؟ شيء بتخترع الذره؟ لا والله، انا دايما مع مبدا انك انت الحاجات اللي موجوده عندك في الثلاجه بتختاري يوم في الاسبوع كده، زي احنا بنختار يوم الاحد من كل اسبوع، ونعمل اكل صحي. مش معناته اعمل اكل صحي اكتب فاتوره قد كده وابعت رساله لحبيبي قد كده على الواتساب جيب وجيب وجيب، وفي الاخر يا ناكل يا ما ناكلش، ونقول الشيف المغازل اللي علمنا كده، في الاخر انا اللي بشيل الايه الفاتوره. النهارده هنعمل باول حاجه هنعملها طاجن الخضار بالكرفس. معانا الكوسه، ممكن تكون في الثلاجه عندك كنت بتعملي محشي كوسه مسبقا. معانا شويه جزر، معانا بتنجان، معانا كرفس ده انا شاريه معايا زي الفل، ومعانا صويا صوص وزيت السمسم وبصل وتوم. الطبق ده بريء من الكزبره والكمون والتوابل العربيه او الشرقيه. تعالوا نشوف هنعمله مع بعض ازاي. اول حاجه الكرفس هنا باخد العروق بتاعته على قد استخدامي كده، لان ده سعره غالي شويه، بالشكل ده كده. الكرفس كل حاجه فيه بتستخدم، العروق بتاعته وكمان الورق بتاعه. ممكن تستخدمي الورق بتاعه ده كده في تزيين الاطباق بتاعتك، مهم جدا على فكره. كرفس كده، كرفس ده بيعجبنا على فكره، غير البصل بقى وغير التوم. بعد ما بقطعه الاقي صوابع ايدي كده واطراف ايدي ريحتها حلوه، خاصه لما تيجي عند اللون الاخضر الحلو ده كده اهو. هنستخدمه ازاي مع حضراتكم حالا دلوقتي. ده بالنسبه للكرفس، بالنسبه للبصل والتوم. هنأسس دلوقتي الطاجن بتاعنا، حل على النار بتسخن. معانا بصل وتوم، معانا كرفس ينزل كده على البصله والتومه، يبدا بقى هو شخصيته الاقوى دايما. الكرفس ده عامل زي الشبت كده، لما بنحطه في الاكل بتبقى شخصيته قويه. سؤال وجيه جدا، جالنا سؤال دلوقتي من خلال السوشيال ميديا. يا استاذه رحاب اللي بتصل عشان نشجع الناس تسال، يا استاذه منى الكرفس تقدري تخزنيه بنفس التقطيعه دي، ولا تحطيه في ميه مغليه ولا حاجه، تحطيه في الفريزر، طلعها من الفريزر وتستخدميه زي الجنزبيل على طول. نبدا نقطع البطاطس بتاعتنا،
طاجن الخضار ده فيه بطاطس، فيه جزر، فيه كوسة، فيه بتنجان. عايز تحط بنجر، قصدي سوري، تحط القلقاس، والله لسه شايفه امبارح، انا عجبني جدا وعايز اكله بالخضره. تقدري تحطي في الطاجن ده قلقاس يبقى لطيف وحلو مع البطاطس. بطاطس قطع كده، بلاش بقى نحمر الخضار في زيت ولا حاجه، ينزل على طول على الكرفس. ايه اكتر حاجه هنا ممكن تاخد سوا كتير؟ الجزر والبطاطس، عشان كده انا هبدا بيهم. اما الكوسه ممكن تنزل بعدين. المقادير على الشاشه: كوسه وجزر وبتنجان وبطاطس وبصل وكرفس ملك الطواجن وصويا صوص، ومعانا زيت سمسم. انا هبدا في تقطيع الكوسه، وانا شخصيا بحب الكوسه يبقى شكلها كبير كده في الطواجن في اي طبق بعمله، لان الكوسه البطنيه بتاعتها او القلب بتاعها مفيد جدا، بيساعد على الهضم، مفيد جدا للجهاز الهضمي، قيمتها الغذائيه عاليه جدا، كمان بتقوي القلب. فالكوسه ناكلها محشي، ناكلها طواجن، ناكلها بوريه، ناكلها بشاميل، زي ما احنا عايزين. هنستاذن حضراتكم نطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل نرجع للاكل الصحي النهارده، وقولوا معايا بصوت عالي: الصحه تاج على رؤوس الاصحاء، والوقايه خير من العلاج. على شاشه القناه الاولى، اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف، الكرفس هنا هو سيد الموقف، هو العمده بتاع الطاجن ده. بجد والله، شايفين الكرفس انا قطعته ازاي؟ مع تشكيله من الخضار، يميل للحمار شويه، نزود فيتامين سي شويه في قلب الطاجن، الفلفل الوان غني بفيتامين سي، مش البرتقال والاستوفان دي بس، الجوافة عندك فيتامين سي، الفلفل الوان فيتامين سي، الفراولة فيتامين سي. وفيتامين سي مهم جدا ومفيد جدا، والجسم بيحتاجه، يخش كل يوم يصب عليه. يعني فيتامين سي الجسم شخصيا، يعني سبحان الله، لازم فيتامين سي يصب على الجسم كل يوم، يعني ما بتخزنش من الاخر كده، مش زي البروتين ولا النشويات ولا الكربوهيدرات. اكلت النهارده لحمه ما اكلش لمده اسبوع لحمه، لا لا لا. فيتامين سي في كوباية عصير ليمون، كوباية عصير برتقال، يوستوفاندايا، جوافة، فراولة، الفلفل الألوان ده من نعم ربنا علينا. طاجن فيه كل حاجة. ايه بهاراتك هنا يا عم الشيف؟ لا كمون ولا كزبرة، صويا صوص. اوه ده، والصويا صوص بتغنيك عن الملح. الله. معانا كمان مية بتغلى على النار، كي جرنية يعني. فيها عدر روزماري، فيها شويه كرفس، الميه لونها مد خضار شويه اهو، واسيب الحله دي تاخد غلوه على النار كده، وفي الاخر احط الطاجن ده في الفرن وادخله كده ياخد وش. خلصت. ممكن تجودي شويه، تجيبي دي اسمر وتعملي عجينه حلوه كده وتحطها على وش الطاجن ده، تستوي العجينه فوق الطاجن. كوبايه دي اسمر مع نص كوبايه دي ابيض، مع ذره ملح، معلقه سكر، عجننا العجينه بمعلقه زيت زيتون، ونخدم عليها كويس، ونحط العجينه دي على وش الطاجن ده. خد اللقب الهندي على طول. الناس الهنود بيحطوا دايما على وش الطواجن مخبوزات كده. الطاجن خالص انا اغطيه كده واسيبه. لا مش هنحط ملح يا شفيق، الصويا صوص تغدينا عن الملح. طالما حطيت صويا صوص اوعى ايدك تيجي على الملح. هعمل دلوقتي الفرايد رايز مع بعض. مقاديره على الشاشه: صدور فراخ هنقطعها رفيعه جدا كانك بتقطعها شاورما، معانا بصل مفروم ناعم، معانا كمان بصل اخضر في المقادير، دي مهمه جدا. والفرايد رايز دايما نستخدم فيه عروق البصل الاخضر، والبصل الاخضر يعني مناعه قويه، يعني قيمته الغذائيه عاليه جدا، يعني فواتح للشهيه. عينيا زي الفل، اقطعها بس لو تسمح لي اهو. ومعانا صويا صوص وزيت سمسم وتوم للفرايد رايز، وانا للامانه هعمل طبقين من الفرايد رايز، واحد بالبيض وواحد بالفراخ. حلو الكلام. ماله
مدام امل من خلال السوشيال ميديا بتسال عايز اعمل قلقاس احمر اعمله ازاي. حلو قوي. بتجيب القلقاس يا ست الكل يتغسل كويس وهو سليم وننشفه بشاش حلو قوي او بمناديل المطبخ عشان الرمله اللي فيه كل الدرنيات بيبقى فيها تربه. قشرنا القلقاس قطعناه بنحطه في ميه ساقعه ما تحطش في ميه مغليه وبعد كده بنعمل له الطشه بتاعته ونخليه يتسلي في قلب الطشه اللي هي عباره عن كزبره خضراء. عايزه تحطي له سبانخ حطي له سبانخ، تعمليه بالسلق حطي له سلق زي ما انت عايزه. عايزه قلقاس اخضر تكتفي بالخضار بتاعه. عايزه قلقاس احمر كل القصه انك تضربي حبيتين طماطم في قلب الخلاط او معجون طماطم ولكن يفضل طماطم طازه وتحطيهم على القلقاس. وانا شخصيا بعشق القلقاس بلونه الاخضر حلو قوي بس اطعمه هنا، اما بالطماطم بيقلب على صينيه بطاطس على طول. الفراخ تتقطع بالشكل ده كده رفيع جدا كده اهو. السكينه بتاعتك تكون حاميه عشان ما تعورش ايدك. السكينه لو حاميه وانت متحكمه فيها ما تعورش ايدك. السكينه لو بارده ومش قادره تتحكمي فيها ممكن تعور ايدك. معانا مين؟ الفراخ تتحمر مع الثوم بالشكل ده كده. طبعا المعلقه اللي نستخدمها بقى معلقه لطيفه عينيه اهو. بس اخلي الفراخ اهو شفت بقى هو ده. الرز هنا مسلوق وجاهز. نشوف الرز مع بعض كده عشان نشوف المقادير بتاعه الفرايد رايز. انا شخصيا بحبه بالليل ولاد الجعانين هتعملي لهم ايه؟ هعلمك حاجه لطيفه كده. افتح الثلاجه هتلاقي سوسيز هتلاقي هوت دوج الحاجات اللي بتتجاب من السوبر ماركت ديت. ما لقيتيش لده ولا ده لقيت لحمه مفرومه عروق بصل اخضر فص توم صويا صوص حمصتيهم. تاخد الرز اللي باقي من اكله الملوخيه اللي عندك في الثلاجه. احنا كده بنعمل رز كتير الرز المصري عندنا اهو بنعمل كميه وتحمريهم مع الخضره دي وتيجي حطاه بقدمه بألف انا وشيف طعم تاني خالص ومدرسه تانيه بصويا صوص وزيت السمسم. انا هقلب الفراخ كده مع زيت السمسم بتاعنا لغايه لما تتحمر وهستاذن حضراتكم اطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل نقول بصوت عالي الصحه تاج على رؤوس الاصحاء والوقايه خير من العلاج. اوعوا تروحوا بعيد تابعوا. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لملك الطواجن ملك الشوربه. مين اللي قال عليه كده؟ الخبره الطهويه هي اللي بتقول كده. انا لما استخدم الكرفس ده في طبق شوربه سي فود في طواجن في كل انواع الشرب شويه كوارع مش عايزه زفاره شويه عكاوي كرفس حتى زينت بيه الطاجن بتاعي وادخله هو كده هو بيستوي كده كده بس انا عايزه ياخد جو الطواجن بقى. طبعا هنا مفيش لا سمنه ولا زبده ولا الجو بتاع الطواجن خالص. خلي بالك ربنا سبحانه وتعالى خلق كل حاجه جميله. لما نيجي نعمل رز معمر نحط له قشطه وسمنه بلدي ونغير من الايه؟ من المدرسه. في قلب الفرن ونعلي الفرن على الاخر. ده طاجن خضار بالكرفس في قلب الفرن. البطل هنا الكرفس والصويا صوص. اخبار الفرايد رايز ايه؟ الفراخ زي الفل. تمام؟ نقلبها كده. ايه الاخبار؟ حلو قوي تسلم ايدك. الرز فين؟ مسلوق مسبقا. ناخد الرز ده كده رز مصري. ينفع نعمل فرايد رايس برز بسمتي؟ ينفع عادي. ونقلب الرز يتحمر شويه مع الفراخ. حلو كلام. عايز الطعم بقى شرقي ولا غربي ولا صيني ولا ياباني ولا طلياني وهكذا. هو ده التوابل والفليفر بتاع الاعشاب هو اللي بياخدنا من مطبخ لمطبخ ومن مكان لمكان ومن عالم لعالم. ودايما بقول المطبخ مصدر السعاده الزوجيه. مشكلة بينك وبين جوزك ونزل الراجل متعكنن أو جاي متضايق من الشغل والله العظيم لو رجع ولقى أكلة جديدة هو كان بيحب ياكلها من إيد والدته هيسامح وينسى كل حاجة وخلاص وده بالتلج وخلص الموضوع. هو ده عشان كده بقول المطبخ مصدر السعادة الزوجية. يعني عايز أقول لك يا أمي يا خالتي يا عمتي يا زوجتي مفاتيح السعادة الزوجية في جيبك بين إيديكي.
وانت ملكه المطبخ. ادي الرز، شرب الدجاج، وناخد البصل الاخضر بتاعنا ده كده. الله الله الله، دول كفايه قوي، ونفرمهم على وش الرز. مهم جدا، خلي بالك البصل الاخضر يتغسل كويس، كل الدرنيات، بصل اخضر، كرفس، كرنب، بطاطس، بطاطا، جرجير، كل ده يتغسل كويس، لان في رمال، في عواصف جويه، بتلاقي الرمله الناعمه موجوده ما بين الورق وبعضه، فلازم يتغسل كويس قبل التقطيع مش بعد التقطيع. ليه قبل التقطيع يا مغازي؟ علشان احافظ على القيمه الغذائيه اللي موجوده في الخضار. ما اقطعش البصل الاخضر ده واحطه في ميه، هتلاقي الميه لونها اخضر وبقت شخصيته ضعيفه. يقول لك بتعملي فيا كده ليه يا حاج؟ عملت ايه انا؟ ده انا بقوي لك المناعه، ده انا حارس مرمى قوي جدا زي ابو جبل كده، ولا مرض يجي لك لو انت فطرت بيا الصبح كده مع طبق فول. ادي البصل الاخضر على الفرايد رايس. هنحط عليه دلوقتي شويه صويا صوص، وخلي بالك الرز هنا ما حطيناهوش ملح، خلي بالك. اوعى تنسي بقى وتملح الرز وتيجي تحط صويا صوص، يبقى الاكله مش هنسلك بقى. تقول الشيف المغازي اللي علمني كده. وتلاقي وانت بقى مثلا ايه بتتسوق، يجي واحد من المعجبين، يا شيف مغازي والله مراتي عملت صينيه البسبوسه على طريقتك ما ظبطتش. يا راجل طب انا ذنبي ايه بس؟ اذا هي مثلا كترت البيكنج باودر، استخدمت زبادي طريق صلاحيته مثلا قرب يخلص وهكذا، او ما استخدمتش سمنه حلوه. النظافه مهمه جدا. حلو الكلام، نقلب كل ده مع بعض. الله على شويه الفرايد ريز دول. صحي، وريني الماده الدهنيه كده، مش رز معمر فيه قشطه ولا سمنه خالص. معلقه زيت سمسم يعني اوميجا 3، يعني بذور الكتان، يعني كيلو جمبري جامبو، ما حطيتش لا ملح ولا فلفل اسود ولا حاجه. الصويا صوص اخبارها ايه؟ اهي، وتجيبي نوعيه صويا صوص حلوه. يا ويل يا ويل يا ويل يا ويل، سامعين الصوت ده كده؟ خلص الفرايد رايس. الله، هو ده. هنغرف طبقين دلوقتي، الطبق الاول من غير بيض، الطبق الثاني هنحط له بيض، عشان معايا اخويا مصطفى ما بيحبش البيض المقلي في الاكل. هنخلي ده كده على جنب. حلو الكلام، ونجيب طاسه كده ونجيب بياض البيض، مش هنستخدم البيضه كلها، واوريك ازاي تعملي اومليت. حلو، نغرف طبق. اللهم صل على النبي. فرايد رايس بطريقه سهله وبسيطه، تقدري تعملي لاولادك، عندك هوت دوج زي ما قلت، عندك لحمه مفرومه، عندك ممكن تعمليه كمان على فكره بالبسطرمه. حلو الكلام، باللحمه البارده اللي هو المرتديلا يعني. الله، لا تاكلي من ده وتدعي لي بصراحه يعني. طعم الصويا صوص مع زيت السمسم بتتكلم مصري مش ياباني. اذا اليابانيين كل يوم مصر بتصب عليهم بالسوشي بتاعهم. والله العظيم كل يوم لازم يفطروا السوشي، فطار، غدا، عشاء. الطاسه دي معايا، وادي بياض البيض اللي كان معانا من شويه اهو. بص انا اعمل ايه، احط عليه معلقه زيت سمسم، تركايه بقى، بجود بقى ما انا معايا وقت، واحط شويه صويا صوص، ما حطيتش بقى اي حاجه تانية، واشيل ده من هنا كده. حطيت على بياض البيض تاني صويا صوص ومعلقه زيت سمسم. ركزوا معايا بس عشان الموضوع ده مهم جدا. والنظافة يا شيف أول بأول. وأحط فص توم ني وشوية شبت صغيرين. الله عليك، وشوية عينيا يا فندم. ونقلب دول مع بعض كده زي الفل، كله تمام. حلو، ونقلب دول مع بعض. بياض بيض، فرسان التلفزيون المصري، معاه فص توم مفروم ناعم، نص معلقه صويا صوص، ما تحطيش ملح ولا فلفل، وحطينا يا عم الشيف كمان نص معلقه زيت سمسم لغايه الرغاوي دي ما تيجي معايا. بحط شويه زيت صغيرين في الطاسه،
ونقلبهم كده شمال يمين شمال يمين، وناخد بقى هنا كده يلا وننزل بده كده هنا يا ويلي يلا ونسيبهم كده على النار ونشوف هنتعامل معاهم ازاي دلوقتي. ده بعد ما يستوي اخواننا بقى في الصين بياكلوه كده، بنعمل ايه يا عم الشيف؟ اهو شفتوا كده اهو، عشان نعمل دايره كبيره اهو اهو بالشكل ده كده اهو، بعمل يعني ايه قالب كده اهو بالشكل ده كده اهو. حلو، بنغرف بقيه الرز في الطبق الحلو ده كده، شويه رز كده يعني كله بمزاج اهو، ده مع بيض. انا شخصيا بحبه بالبيض، بس بحب البيضه كلها بقى يعني مش بيض بياض بس، لا الصفار مع البيض كده. وبعد ما يستوي اقطعه على وش الرز ده كده حلقات ما اقولكيش، وخاصه الصويا صوص مع التوم الني في قلب البيض بياخدنا مدرسه تانيه خالص. اللهم صل على النبي. ايه الاخبار؟ خلص الكلام. يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي. هو ده تقليبه كمان شفت بقى ده اخواننا في الصين كده الصبح اساسا على الجريلا كده ياخدوا يوزعوا على وش الرز الله الله عليك شفت بقى زي الفل ايه الجمال ده يا شيف؟ ايه الحلاوه دي طبق فيه كل العناصر الغذائيه بوتاسيوم كالسيوم بروتين ايه الجمال ده يا شيف الله اللهم صل على النبي بروتين حيواني موجود الله عليك هو ده عينيا نقدم ده كده هنا حلو نطلع الطاجن بتاعنا ايه الجمال والحلاوه دي يا عم الشيف اللهم صل على النبي نشيل كل ده من هنا ونوسع الدنيا عشان عندي شويه مهلبيه اعملهم ان شاء الله الله اكبر اللهم صل على النبي الطاجن بتاعي الله عليك احنا نفسنا طويل يا شفيق حبيبي حبيب والديك تعالوا بسرعه نعمل المهلبيه سريعا كده معانا الحليب بيغلى على النار طلعت المهلبيه في ثواني معدوده معانا الشوفان معانا العسل يجعل ايامكم عسل يا رب قولوا امين ومعانا شويه جوز الهند والموز هينزل في الاخر مهلبيه مقاديرها على الشاشه استاذه رحاب بعد اذنك عايزين نشوف المهلبيه نعملها مع بعض ازاي مهلبيه الشوفان بالموز معانا حليب بيغلى على النار مضرب ما عداش على بصل ولا على توب اهو وننزل بالشوفان بتاعنا اللهم صل على النبي اهو 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 مهلبيه الشوفان بالموز يا ويلي ونسيب الشوفان ياخد غلوه نكون قشرنا الموز الحلو ده كده اتنين بكفوا معانا شويه فانيليا حلوين اللهم صل على النبي والموز نقطعه كده في قلب المهلبيه الله 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 شفت بقطع الموز ازاي؟ مش على البلانش شلت قشرة الموز وسبت حتة صغيرة كده تحمي أصابعي من السكينة تعلمي الحاجات الصغيرة دي كده حلوة جوزك لو دخل المطبخ يلاقيكي شاطرة يقول لك اتعلمتي فين يا حبيبتي الكلام ده؟ اسكت ما أقولكش كل يوم بفتح القناة الأولى أجيب الشيف المغازي الساعة واحدة وأتعلم منه الحركات والتركات موز أوعى تعوري إيدك في قلب الحليب والشوفان يوم الموز يستوي كلفنا حاجة كيس شوفان من أي سوبر ماركت من عناصر نشيل ده كله لا حليب العسل وانت تستاهل العسل والله يلا انزل بالعسل يا مغازي عسل زهرة البرسيم عينيا حلو زي الفل تمام نقلب ده كله مع بعضه يا نعم الموز هنا بيسيح بيستوي مع الشوفان درجة حرارة غلو اللبن مع الشوفان
بتؤدي الى الموز يكون دايب مهلبيه. العسل خلاص زي الفل. طبعا عايز اقول معلومه مهمه جدا، الشوفان غير النشا. يعني ايه يا شيف مغازي؟ يعني بناخد وقت شويه على النار عشان نبقى عارفين الدنيا ماشيه ازاي، لان الشوفان لازم غانب الالياف الفعاله والغير فعاله، عامل زي عداد الكهرباء، عداد يعد كهرباء وفلوس وعداد يعد كالوهات. الشوفان ده فيه الياف فعاله وغير فعاله، يعني الياف بيستفيد منها الجسم والياف تانية بتاخد كل الدهون والكوليسترول اللي موجود في الجسم تنزل بيها على طول، عشان كده بيسموه مكنسه المعده. فهنسيبه على النار ياخد غلوه كده، ونقدر ان احنا نغرفه فين؟ في كاسات. اللهم صل على النبي. حبايب والجيران، والله لو حطينا له النشا ما بقاش صحي، فانا مش حاطط نشا، انا هكتفي بالقوام بتاع الشوفان. ياخد غلوه على النار، وبعد كده هيبقى لها بدا يشد. الشوفان، والدليل على كده ايه؟ الصبح تعملي لاولادك شويه شوفان مع حليب، على الولد ما ربنا يكرمه يصحى من النوم ويصلي فرض ربنا ويلبس طبعا الطقم بتاعه اليونيفورم بتاعه، بتلاقي الشوفان في قلب الكوبايه وفي قلب الطبق، الحليب اختفى والشوفان هو اللي ظاهر بس، هنا الشوفان شرب الحليب. نفس الموضوع في المهلبيه. شفت القوام بدا يطلع معايا، ولو صبرتوا عليا بالظبط كده خمس دقايق هتشوف القوام كده، مش هقدر احرك المعلقه في قلبيه. انا بتكلم المصداقيه والصراحه اللي اتعودنا عليها على شاشه القناه الاولى. طعم الفانيليا في قلب الحليب والموز، هناخد كده علشان ما نضربش علشان ما تنخ. اللهم صل على النبي. والله لو سبتيه حتى من غير النار. شايفين القوام؟ مهلبيه الشوفان بالموز، هتاكل صوابعك وراها. حلقتنا النهارده أكل صحي، والأكل الصحي طعم تاني مع المغازي. يعني عملنا مهلبية الشوفان بغرف فيها، عملنا طاجن خضار فيه كل أنواع الخضار اللي موجود في درج التلاجة عندك، وكان هنا عنوانها الكرفس والصويا صوص حاجة جديدة، عملنا فرايد رايز عشان نرضي كل الأذواق والضيوف عندنا، عملنا واحد بالبيض وواحد من غير بيض، ولكن الفرايد رايز البطل هنا عروق البصل الأخضر، قيمتها الغذائية عالية جدا، يعني مضادات أكسدة، يعني يقوي المناعة. رؤية، فن، إبداع، بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو. We'll be right back.